السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال، معاكم وفاء الغنيمي وحلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع روعة. طبعا برنامج جمالك مع روعة مش هيكمل غير بوجود خبيرة التجميل أستاذة روعة الموجي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة وفاء. طبعا الحلقة النهاردة هتكون مميزة جدا، لأن أستاذة روعة النهاردة هتكلمنا عن الثورة اللي عملتها في عالم البروتين. ايه بقى؟ ايه اللي انتي عاملاه ده كله؟ كده وش على طول. انا عايز اعرف ايه اللي انت عاملاه ده كله، لان في ناس كتير قالوا ان البروتين ده كان بياخد ايام، وفي ناس بتتجهز قبله بكذا يوم، وفي ناس بتقعد بالساعات، وفي ناس بتبات اساسا وهي بتعمل البروتين، وانت خليتيه كله يخلص في 3 ساعات. ايه بقى؟ ده هو فضل من ربنا طبعا. في الاول ايوه الحمد لله الحمد لله. كانت مشكله كل المتخصصات. هي النهارده ان شاء الله انا هتكلم عن المتخصصات، الناس اللي بتشتغل بروتين والعملاء اللي بيجوا يعملوا البروتين. يعني انا النهارده الحلقه النهارده علشان بتكلم عن تفيدي كله. الاثنين، تفيدي المتخصصة اللي بتعمل البروتين والعميلة اللي بتروح تبقى عايزة تعمل شعرها بالبروتين. بالظبط كده. يعني انا دلوقتي مش بناشد فئة معينة، لا انا بناشد الناس اللي هي بتكلم مع المتخصصات اللي هم بيطلع عينهم فعلا في ان هم يطبقوا حالة بروتين، ونفس الكلام للعميلة اللي بتيجي بتبقى مضطرة تحدد ميعاد وتفضي نفسها يوم بحاله عشان تروح تخلي شعرها ايه شكله حلو وجميل. تمام. انا مش هتكلم عن اضرار المنتجات التانية، انا هتكلم عن المميزات بتاعة المنتج بتاعي انا. تمام. تمام. انا انا عايزه بس اقول لحضرتك حاجه، ان الحلقه اللي انا نزلت فيها الصفحه الشخصيه بتاعتي، في ناس كلموني من المتخصصات اللي هم بيعملوا البروتين، قالوا لي ان ده بيتعبهم، وقعدت اتكلم معاهم في الكلام ده كله، قالوا لي ظهرنا بيتكسر، صوابعنا بتوجعنا، ممكن نرقد بعدها، اليوم الواحد اعمل فيه عميله واحده ما اعملش فيه كذا واحده بالظبط حتى كده، لو معاها مساعده. هو ده هو ده اللي انا كان نفسي اعمل عكسه. والمعادله دي كانت صعبه جدا، ان انت تجيبي ماده معالجه وتطلع بنتائج هايله وما فيهاش اضرار، وفي نفس الوقت ما بتاخدش وقت. ان احنا عارفين معظم المواد الفرد بتحط بتفرد الحاجات من زمان، يعني احنا بنتكلم على ماتريال قديمه، الجلات والفرد والحنة والحنه السوداء والكلام ده عارفاه. كله، كل المتخصصات وكل العملاء كمان عارفينه، ان طبعا ده تاريخ، يعني تاريخ قديم في عالم الفرد. بس طبعا كله عارف ان الاضرار بتبقى كتير جدا بعد كده. الشعر بيقع، الشعر بيقل، الشعر بينشف زيادة. الشعرايه ذات نفسها اللي طالعه جديد ممكن تكون طالعه مش بنفس صحتها الاولانيه. ده اكيد. وطبعا احنا عايزين اتصالات طبعا ونعرف برضو اراء الناس، هنشوف برضو راي الناس ايه على الهوا. احنا بقى عملنا المعادلة الصعبة اللي هي احنا جبنا مادة، احنا على فكرة تعبنا جدا قبل ما حققنا النتيجة دي. المادة دي مادة تجميلية معالجة للشعر الخارجي، معالجة معالجة مش للشعر تجميلية فقط. الاثنين، ايوه لان بس ما هي معالجة ان هي ما بتضرش، ما لان بتضرش، في هي ناس مادة فاكرين تجميلية. معالجة يعني بتعالج الشعراية المقصفة، الشعراية الهايشة. واللي طالع جديد بيكون ايه؟ اللي طالع جديد دوت بيتوقف على مجموعة العناية اللي انت بتستعمليها، الافتر كير، اللي هي المعادلة برضو اللي احنا بنقول عليها، لازم بروتين معاه عناية. يعني لازم تعملي شعرك وتحافظي عليه، الاتنين مع بعض. هتعملي البروتين من غير ما تحافظي عليه يبقى ما تعمليهوش. هتستخدمي مجموعة العناية من غير بروتين هتحافظي على شعرك، بس مش هتجمليه، يعني مش هتخليه ناعم وجميل. انا طبعا الرقم التليفون بتاعي اللي بيظهر على الشاشة ده الواتساب، لو حد عايز يشوف مثلا الشعر قبل وبعد. بمناسبة اللي عايز يشوف دي، في ناس برضو كلموني قالوا لي هي ليه ما بتعرضش شغلها على الشاشة، يعني ليه الشغل مش بينزل قبل وبعد والحاجات دي، طيب فأنا بحاول أفهمهم. بس طيب احنا كلمي دلوقتي انت بقى عشان انت هتدخليني في حتة تانية. انا السنتر معلش بتاعي، تجاوبي على السؤال ده عشان في ناس كتير بتكلمني عنه. بس انا السنتر بتاعي سنتر محجبات ومنتقبات بس. تمام. تمام. ليه؟ مش بروباجندا، انا عشان خاطر بس ايه، ما يعني هي اراء، انا بحترم كل الاراء، بس استفتي قلبك لو افتوك. انا مرتاحه كده، انا هشيل ذنب لو شلت، لو شفت، لو وريت يعني الشعور اللي انا بعملها على العام كده. انما اي واحده على الخاص بتاكد ان هي واحده ست وكده،
بخليها ببعت لها الشغل بتاعي بكل، عندي جروب بدخل فيه اي حد يكون واثقه فيه، بتنزلي عليه بنزل الفيديوهات اه لا لا والشغل بنزل والصور الشغل قبل كله، وبعد بنزل او الشغل كله قبل وبعد وفيديو وشرح وكل حاجه. ولو بعرض حاجه على الهوا بتكون بنات صغيرين يعني، ما يكونوش لسه بلغوا. طبعا. سيبنا موضوع البيوتي سنتر، البيوتي سنتر طبعا هتكلم عليه مثلا بس البيوتي بعد ما سنتر ده اخلص ليه كلامي عن حكاية تانية، عشان انتي بجد بتعملي فيه حاجات كتير تثبت انسانيتك، مش بس في مجال شغلك، انسانيتك، لان انتي بتطلعي حالات عرايس يتيمات من غير اي حاجة، وبتعملي لهم كل حاجة، ويمكن احسن كمان من العروسة اللي بتكون جاية ومعاها اهلها. انا هاخد الاجر اكتر من عند ربنا يعني، مثلا انا هاخد من العروسه دي مثلا مبلغ، اي عروسه سي ان كان هاخد منها مبلغ، خلاص هو المبلغ دوت بتاع العروسه دي بس. انما انا لما بعمل على فكره عروسه يتيمه، ربنا بيبعت لي اضعاف المبالغ اللي باخدها من العروسه التانيه. الحمد لله. فدي حاجه بيني وبين ربنا الحمد لله يعني، بفضل من ربنا. خلاص نرجع لموضوعنا، موضوع البروتين، وبعدين هنتكلم عن البيوتي سنتر تمام وعن الحاجات اللي حضرتك بتعمليها فيها. تمام انا موضوع البروتين، احنا عملنا ماده الحمد لله الحمد لله، مش احنا عاملينها، هي برازيليه بس احنا عدلنا في انا كنت عايزه نتيجه معينه، تمام، النتيجه المعينه اللي هي ايه؟ اللي هي الشعر ما يتضرش، ما ياخدش وقت في في الشغل بتاعه. اتكلم كمتخصصات اللي هم الممارسين ان هم بيشتغلوا في الشعر وعارفين يعني ايه بيعملوا بروتين، يعني ايه بيجملوا الشعر بطريقه صحيه. اتكلم معاهم هم الاول، اقول لهم احنا جبنا ماده موفره جدا، يعني مثلا لو الشعر هياخد منك 100 معلش مللي هقطع حضرتك علشان معانا دلوقتي مكالمة، أم طاقة من الجيزة. تمام. ألو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمه ورحمة الله الله وبركاته، وبركاته. اتفضل. ازاي حضرتك يا أستاذة؟ الحمد عايزة لله أسلم على الأستاذة روعة. الحمد اتفضلي. لله، ربنا يعزك يا رب. حضرتك أنا عايزة أتكلم عن مشكلة، أنا شعري شديد الجفاف جدا، يعني جاف جدا بطريقة كبيرة، ايوه فبستخدم له كريمات وبستخدم له حمام زيت كتير، بس مش مفيش حاجة عاملة نتيجة، النتيجة وقتية، تاني يوم بلاقيه برضو متشابك مع بعضه، وبيبقى فيه جواه زيت أو كريم أو الحاجة اللي أنا حطاها بتبقى موجودة، بس برضو بيبقى هايش في درجة هيشان وجفاف شديد. مش عارفة أنا أستخدم إيه، أو أفضل حاجة لشعري إيه، ممكن البروتين وحضرتك المعالج اللي حضرتك بتقولي عليه، طيب يعني أنسب حاجة لشعري ده إيه؟ طيب هو انا عشان بس ما اضحكش عليكي، انا ما اقدرش احكم على شعرك هياخد ايه من غير ما اشوفه، يعني لازم اشوف الشعر دوت محتاج ايه، مش يمكن محتاج علاج طبي الاول، ممكن يحتاج ترميم بس، ممكن يحتاج بروتين، ممكن يحتاج ترميم وبروتين مع بعض. شعرك هيحتاج حاجة معينة، لازم اشوف الشعر عشان خاطر اقدر احكم هو هنحط له ايه او هنشتغل عليه ازاي. ده غير ان انت بقى بقول لك على طريقه العنايه اللي انت هقولها في اخر الحلقه، اي حد يعتني بشعره ازاي هقولها ان شاء الله في اخر الحلقه. وعندك الرقم ممكن تتواصلي معايا على الواتساب اشوف شعرك عليه، يعني مش ضروري تجيلي وكده. تمام بإذن الله. وفي حاجة كمان، فروة اتفضل. الراس والجلد نفسه بيبقى فيه، يعني بيبقى فيه تعب كده وألم، وبيعمل صداع، وأنا جبت حاجات كتير للقشرة وتخلصت منها، بس لسه فيه برضو وجع في جلد الشعر. لا، وجع في جلد الشعر وصداع، ده دي انت لازم تكشفي، يعني وجع في جلد الشعر وصداع ده دي لازم تكشفي فورا، تكشفي بالذات جلديه. لما اقلب شعري او اعمله طاقية. الشكوى دي على فكره انا سمعتها كتير، انت البصيله بتاعت الشعر بتاعتك بتبقى واخده على وضع معين، انت لسه بادئه تعملي طاقيه او بتقلبي شعرك، انما هو كان واخد على وضع معين صح؟ انا كنت بعمل قبل كده على طول، كل يوم كل يوم، لما لقيت وبطلتي التعب بيزيد. صح ورجعتي تاني. طيب البصيلة بتاعتك خدت على اتجاه معين، فانت طبيعي لما تفضلي تجيبيها كده وتجيبيها كده هتحسي بألم في فروة راسك، انما هي لو واخدة على كده كنتش هتحسي بالألم ده. بس برضو نصيحة ان انت برضو لازم تكشفي عند الدكتور جلدية،
طالما بيعمل صداع، يعني هو موضوع الصداع ده بقى داخلي، احنا تجميل خارجي. حضرتك فهماني؟ ايوه حضرتك، ايوه وشعرك احنا كان بقى الشعر الخارجي، ممكن توريهوني على الواتساب وانا اقولك ايه اللي يحصل معي. ام طه قفلت. شكرا شكرا انا ليكي، شكرا ليكي. نسيت انا كنت بقول ايه. هنرجع لموضوع البروتين، بس الاول لو حابه حضرتك تفيديها بحاجه تاني كملي. ما انا ما اقدرش افيدها بحاجه دلوقتي غير لما هو اشوف الموضوع شعرها. دلوقتي بقى حاله مرضيه لانه جوه الجلد. تمام، طالما جوه الجلد بنرجع للطب على طول. طب ايه، مش هنكمل موضوعنا في البروتين؟ انا كنت بتكلم مع المتخصصات تمام، ان دلوقتي لو واحده مثلا شعرها بياخد 100 مللي معاها، الشعر ده هياخد 50 مللي بس. ليه؟ الماده بتاعتنا يعني شبه مائيه، موفره جدا، فيها رطوبه عاليه جدا. انا معايا فيديو في التوزيع، توزيع الماده نفسها والشغل بتاعه، لما يجهز بقى ينزل على الهوا انا هشرحه على الهوا ان شاء الله. تمام. فموفره جدا للمتخصصه في الوقت، في التوزيع، في الماده. معلش ماشي معانا هاجر. اتصالات بقى لحضرتك النهارده كتير. ماشي، انا بس ايه عايزه اكمل بس الحته دي. معلش بس المكالمه دي عشان هي اتصلت. تمام. الو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمه الله وبركاته. عايزه بس اتكلم على الزراعه. اتفضلي حبيبتي. الو، اتفضلي. انا شعري جاف على طول وما بيطولش وعلى طول هايش وكده، احط على فيديو ايه ولا استعمل ايه بالظبط؟ شعرك هايش وما بيطولش صح كده؟ ما بيطولش خالص وعلى طول، يعني على طول كده، فاهماني؟ هو اول حاجة ما بيطولش، دي نقص غذاء، عندك نقص فيتامين، فانتي لازم بس من زمان، من زمان خالص. ما هو من زمان خالص ما بيطولش عشان انتي عندك نقص فيتامين، لازم تحللي تشوفي ما يعني ايه نقص الفيتامين اللي عندك عشان تاخديه. طب هو على طول هايش يعني يا استاذ؟ الهيشان ده بقى ممكن حضرتك برضو تبعتي لي صورة شعرك على الواتساب وانا اقول لك هو يتحط له ايه مادة معالجة بالظبط. تمام ماشي حبيبتي، شكرا ليكي جدا. اكمل نرجع الحتة دي. لموضوعنا بقى عشان نشوف باقي الاتصالات. اكمل الحتة دي. تمام. فالمتخصصة المادة بتوفر معاها جدا في التوزيع، في التوزيع وقت. عارفة يعني ايه وقت؟ المتخصصات عارفين يعني ايه بياخدوا وقت في توزيع المادة. ما هم قالوا لي يوم او اثنين. فهم بياخدوا بيوفروا كده في المادة، بيوفروا في الوقت اللي هم بيوزعوا على الشعر فيه. احنا بنحط المادة بتاعتنا، ما بنسيبهاش على الشعر ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة، احنا بنحط المادة بتاعتنا، بننشف سشوار، بنكبس على طول. طبعا المتخصصات فاهمين يعني ايه الكلام ده، احنا بنحط المادة بننشف بنكبس على طول. دي ميزة تانية، ايه ميزة تالتة ورابعة. هو بصي كله مميزات، اهم حاجة الكبس، الكبس اللي هو الشغل بالمكوة. المتخصصة ما بتقعدش تكوي 4 5 ساعات زي ما بيحصل في الشعور القديمة، في المواد اللي هم واخدين ان هم يشتغلوا بيها. تمام. الشعراية بتفرفر معاهم بسرعة جدا. بتفرفر يعني ايه؟ يعني ايه بتفرفر؟ بتفرفر؟ المتخصصات برضه هيبقى فاهمين الكلام ده. الشعر لما بيجي يتكوي بيبقى متلزق في بعضه عشان في مادة عليه. ماشي؟ ايوه. لا، الشعر ما فيش كبسة اتنين تلاتة، بص تلاقي الشعراية فرفرت كأن مش عليها أي حاجة أصلا. ايوه فهمت. فالشعر بياخد مثلا 4 5 ساعات في الكبس، ممكن ياخد ساعة واحدة بس، ساعة واحدة بس، ومبقاش فيه أضرار في كتر الكبس في الشعر بعد كده، مفيش أضرار من المادة نفسها. ما انت في معنى طريقة، كده ان المادة ذات نفسها مش حامية. لا المادة مش حامية ايوه، خالص. لان الحاجات بتاعت زمان كانت ما بتاخدش وقت عشان حامية. حامية جدا المادة بتاعتنا، ما بتاخدش وقت. والدليل هي مش حامية ان انا ما بنصحش الشعور الافريقية جدا ما تتعملش بالطريقة دي. الشعور الافريقية جدا ليها طريقة معينة في الوقت بيمشي معاها. يعني في ناس تقول لا يبقى مش هيمشي مع الافريقي، لا دي المادة الوحيدة اللي بتمشي مع الشعر الافريقي، الشعر المتوسط، الشعر اللي هو يعني جاف بس مش في شعر عادي، في شعر جاف متوسط بس الجفاف، مش فيه، في شعر مش فيه عادي، خشونة. في يعني مع جميع انواع الشعر بيمشي معاه.
الفرق ان هو مع الشعر الناعم بنحط له مرطبات اللي هي ترميمات. في مكالمة جاية لحضرتك برضو من تمام. منة. ألو. الو، أيوة ايوه، مساء الخير، مساء النور. ازاي حضرتك؟ عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. يا حبيبتي. ممكن اتواصل مع روعة لو سمحتي؟ اتفضل. اتفضل. انا شعري كان طويل جدا وكان ناعم، بس هو خفيف شوية. وبعديها كده بعد الجواز وانا عندي ابني، شعري بقى يخف وبقى يقل جدا، وبقى يعني وعملت تحاليل بيقولوا لي مفيش انيميا ولا في اي حاجه. طب انت عملتي فيه اي حاجة من المواد المعالجة؟ انا زمان قوي عملت صبغه مره واحده بس يعني، وكانت خصل خصل، ما كانتش يعني الشعر كله. خصل، ما جاتش على الفروة. لا لا، كان خصل خفيف خالص. انا وبحني وشعري، ومش عارفه كان حاجه حلوه او مش حلوه. ايه يعني ايه حاجة حلوة ومش حلوة؟ الحنة هي بتقول بتحني شعري، فدي حاجة حلوة ولا مش لا، هي حلوة؟ الحنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ف يعني مفيش حاجة الرسول عليه الصلاة والسلام هو كان هي بيعملها حاجة شعري وحشة. يعني، ايه؟ شعري كمان فيه هيشان، بس ده من فترة قليلة يعني. العيشان بدأ. بيحتاج مواد معالجة ومرطبات كده بتطري الشعراية بس. طب حضرتك مفيش زيوت معينة تعملها أو حاجة تقوليها لي يعني؟ ما احنا على الهوا. طيب ممكن تتواصلي مش معايا الواتساب عشان خاطر بس الأسامي، شكرا جدا وبعد كده لحضرتك. التساقط ده في خلل عندك، يعني التساقط ده شعرك مش هيقع لوحده كده، لازم يكون في حاجة. شكرا ليكي يا استاذه منى على المكالمه دي. يا ريت تتواصلي مع استاذه روعه علشان تقولك على اسم المنتج اللي هيكون صحي اكتر لشعرك. ومعانا دلوقتي استاذه صفاء. الو. 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 طب طيب هو واضح ان في مشكلة في شكرا. الاتصال. في مشكلة. احنا مش عايزين نقول كلام يعني زي بقية البرامج، يعني مش عايزة اقول لواحدة انتي لا شعرك استعمله ومش عارف ايه، هروح عاملة دعاية واعلانات لا، لازم كل واحدة تعرف مشكلة الشعر ايه اصلا، يعني لازم تشوف ايه السبب علشان خاطر تعالجه. احنا مش هنقول اي لا حطي مرطبات، لا اغسلي شعرك بافتر كير، لا لا، لازم تشوف شعرها بيقع عليه اصلا ايه السبب. هو احنا لما ممكن بيجي لنا يكون عميله شعرها بيقع ما بنرضاش نشتغل عليها، لازم نعالج الشعر الاول وبعد كده بنشتغل عليه، ايوه فاهم، فاهمه؟ فاحنا جينا لحته المتخصصات اللي اتقان احنا في قلنا، العمل برضو حاجة كويسة. بنوفر وقت في المتخصصه، بدل ما كانت بتعمل حاله واحده في اليوم وتنام تاني يوم من التعب، لا هي دلوقتي ممكن تقدر تعمل 3 حالات لوحدها بدون مساعدين، 3 حالات في اليوم الواحد؟ 3 حالات في اليوم الواحد. يعني الفيديوهات يا ريت استاذه نور تنزلها، احنا اشتغلنا عملنا ممكن يا اشتغلنا على جماعة الهوا، تنزلوا لنا الفيديوهات؟ احنا اشتغلنا على الهوا قدام الناس كلها في ايفنت، تمام. وزعنا الماده، كبسناها، شطفناها، نشفناها، ما تمام. خدناش 2:30 ساعة، بس ما كانش الشعر افريقي، يعني كان الشعر ايه يعني جاف بس مش افريقي، تمام. خد 2:30 ساعة او بدأنا 3:15، خلصنا الساعة 5. دلوقتي على فكرة هيتم عرض الفيديوهات على الشاشة. تمام. السلام عليكم. ايوه صح، صحصحوا كده عشان كلكم نمتوا. طبعا في منكم القليل طبعا يعرفني والكثير ما يعرفنيش، صح؟ انا ما بعرفش اتكلم كتير. انا روعة الموجي، بشتغل في المهنة دي بقالي 19 سنة، والحمد لله الحمد لله وصلت اللي انا فيه دلوقتي. المهم انا بس عايزه اسال المتخصصات كده سؤال واحد، عايزين نعرف بس اكتر حاجه بتتعبكم في البروتين ايه؟ المده الطويله. الكبس، وكمان لو اتغسلت كويس ولقينا بعد الغسيل في اجزاء ملوثة. احنا عايزين نتفق على رأي واحد كله بيتعب منه. كبس كله بيتعب منه المدة يعني. طيب النهارده البروتين بتاعنا
هو المفاجأة الكبيرة جدا اللي انا بسميها قنبلة. هو بروتين روعة. تمام؟ هو اسمه روعة وهو روعة. البروتين بتاعنا بيتحط ما بيتصبش على الشعر. البروتين بتاعنا بتحطيه على الشعر تنشفي وتكبسي على طول. ما بياخدش كبس. ما بياخدش وقت في اي حاجة. والشعر ما بيشيلش كمان ما بتحطيش عليه بروتين كتير. يعني هو موفر جدا جدا. طبعا الكلام ده احنا هنطبق جزء صغير منه قدامكم وهنكمل بعد كده ونوريكم النتيجة. وهتمسكوا الساعة تقريبا كده من وقت ما نبدأ لحد ما نخلص. واحنا دايما على فكرة لما وصلنا للنتيجة دي احنا غيرنا تقريبا البروتين ده بعتنا غيرنا التركيبة بتاعته كذا مرة عشان انا عايزاه يوصل للنتيجة دي. وفعلا هو وصل للنتيجة دي. تمام؟ هنقول لكم كل حاجة في البريك هتعرفوا كل حاجة. انا عايزاكم تركزوا بس. ركزوا بس وانتوا في البريك هتعرفوا كل حاجة. طبعا منتج لما يتسمى روعة وهو على اسمها روعة وهي روعة. اشكرك والله يا استاذة رمزة يعني على ثقافتكم الجميلة دي والله فيها. انتوا شايفين دلوقتي السرعة اصلا كمان في التوزيع؟ احنا هننشف على طول بعد ما نخلص. هننشف طبعا بقى في البريك عشان خاطر كل اللي عاوز بقى ينطلق شوية ينطلق تتغدوا تتعشوا كده يعني. جديد في البروتين يتواصل معايا عشان انا يعني ده احنا مش كورس بروتين عشان بس احتراما للمكان اللي احنا فيه والناس الكورس بتاعهم صبغه وبشره وكده. فاي حد عايز يعرف اي حاجه في البروتين الكارت معاكم ومع بعضينا. في كورس قريب بروتين وانتوا في البريك هتعرفوا كل حاجه. طبعا منتج لما يتسمى روعة وهو على اسمها روعة وهي روعة. اشكرك والله يا استاذة رمزة يعني على ثقافتكم الجميلة دي والله فيها. بس 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 معلش انتوا كلكم شايفين الشعرية مبلولة ازاي؟ لا انا مش عايزاها مبلولة كده. انا عايزاها يا دوبك مندية كأن الشعر ناشف ومندي. انتوا فاهمين ولا لا؟ انا بتكلم على دلوقتي واحنا بنوزع التوزيع ده في البيت. ده كتير قوي قوي قوي. طب ليه؟ لا انا مش عايزه كده. طيب انا عايزاكم بس بالله عليكم تركزوا في التوزيع ده برضه كتير كده. بصي انا عايزاها منديه بس. ماما لا كبري فوسكه شويه. مفيش تفاقم مفيش اي اضرار جايه من ناحيتكم. المادة هي كمان يعني ما حسيتش قوي. يعني انا مش هعرض اسمي على فكره لحاجه هتضر اي حد. انا اسمي مهم عندي جدا. اهم حاجه عندي. ايه بقى؟ ايه؟ لسه بقيت الفيديوهات. طب ممكن تكلمينا بقى عن الايفنت؟ طيب هو الكلام ده كله طبعا اللي شافه عشان ما كررش الكلام تاني. الكلام ده كله للمتخصصات. متخصصات اللي هم بيمارسوا شغل البروتين. البروتين اللي هو احنا بنجمل بيه الشعر. تمام؟ تمام. العملاء بقى ليهم كلام تاني. كل واحدة كانت بتستنى بقى مامتها تروح لها في اليوم ده. او جوزها يبقى اجازه او ما يبقاش عندها جامعه او المهم ايه تبقى فاضيه في اليوم دوت وتبقى طبخه قبليها عشان خاطر تيجي تعمل جلسه بروتين لشعرها. جاي لك مكالمه تليفونيه تاني. الو الو ظهر ان في مشكله. مش مهم خلينا بس في الموضوع. لا دلوقتي انت هتروحي تعملي شعرك حياتك عادي جدا. هتروحي
تعملي حسابك بس ان انت ايه، تروحي بس هتغيبي عن البيت 3 4 ساعات بكتير قوي. ايوه يعني لو عشان خاطر احنا بنحسب غسيل الشعر. المكالمه رجعت. رضوى، الو الو الو. ايوه ممكن اكلم مدام روعه؟ اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي. بصي انا فرحي بعد الشهر كده، ينفع تكتبي لي على وصفه تفتيح البشره؟ لتفتيح البشره؟ اه. عايزه وصفه طبيعيه؟ طبيعية. ولا اقول لك على مجموعه كريمات اسرع، حاجات برضو حلوه وطبيعيه؟ لان اي حاجه بس انا يعني فرحي قرب وكده. بصي الحاجات الطبيعيه جميله جدا بس الاستخدام الشخصي اللي هو الدايم، انما انت عايزه حاجه دلوقتي سريعه، فالحاجات الطبيعيه ما بتجيبش نتيجه فعليه سريعه. خلينا نكون صراحه مع بعض. سريعة. ايه عايزه حاجه سريعه. طيب ممكن حضرتك تتواصلي معايا على الواتساب، هديكي هقول لك على مجموعه كريمات تجيبيها من الصيدليه. حاضر. ماشي يا حبيبتي. ماشي اتفضلي. شكرا ليكي ولاتصالك. يلا نكمل بقى كلام في الموضوع بتاعنا. طيب احنا وقفنا حد في ان كل واحده دلوقتي هتمارس حياتها عادي وهتعمل حسابها ان هي تغيب اكتر حاجه عن بيتها 4 ساعات بس. طيب هي الماده بتاعتنا ما فيهاش فورمالين نهائي. كل مواد البروتين اللي هي المفروض زيرو فورمالين بيبقى فيها نسبه 2% في اللتر. تمام. لا احنا الماده بتاعتنا زيرو فورمالين نهائي، احنا مش محتاجين مواد حافظه فيها، احنا الحاجات الطبيعيه اكتر فيها، ما فيهاش اي كيميكال. تمام. تمام. وكفايه كلام عن المتخصصات بقى، هم خلاص فهموا الكلام كده. خلاص كفايه كلام عن المتخصصات وناخد عزه من كفر الشيخ. الو. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب ممكن تسمعيني من التليفون مش من التلفزيون؟ اسمعيني بس من التليفون. لو سمحتي عايزه اكلم الدكتوره. اتفضلي. انا مش دكتوره. انا خبيره في التجميل انما انا مش دكتوره. تمام. مش حضرتك بس انا بستاذن حضرتك استشاره كده، ان انا متجوزه بقالي 6 شهور بس شعري بينزل مني، بينزل كتير قوي. انا كنت عاملاه في الفرح، كنت عاملاه بروتين. وهو بقى يعني خفيف خفيف بدرجه جامده خالص. بس في حته انا ما اتكلمتش فيها، ان في شغل تحت السلم. فالبروتين اللي بيعمل تساقط فظيع دوت، مش عايزين برضو نظلم البروتين كله، لان في تطبيق بيبقى غلط برضو. لو عمل نسبه تساقط عاليه كده يبقى البروتين طبعا مش تمام، دي اول حاجه. فانت انا دلوقتي مش عارفه سبب التساقط ده البروتين ولا عشان خاطر هرمونات جسمك اتغيرت ولا علشان خاطر عندك نقص فيتامين. انت ممكن تكوني مريتي مثلا بحمل برضو ولا حاجه، صح؟ لا لسه مفيش حمل. طيب هي كده كده هرمونات جسمك، ان شاء الله ربنا يكرمك، هرمونات جسمك اتغيرت، عندك اكيد نقص فيتامين لو مش من البروتين. عشان لا بس هو اكيد يعني من البروتين. ثاني حاجه الشعر من قدام بقى هايش، ما عادش هايش كده. يعني هو الاول كان احسن من كده؟ الاول كان طيب. احسن من يبقى الماده اللي انت عملتيها مش مظبوطه، وانت ما اعتنيتيش بشعرك كمان بعديها. الشعر ده لازم تعتني بيه كويس جدا. شعرك ده تاجك اصلا. شعر ايه؟ تاجك. تاجك. تاج المراه شعرها. ايوه طبعا. ما انا عايزه اعرف يعني اعمل ايه، او اجيب له ايه او اخد ايه. انا بنصح دايما انك تستخدمي مجموعه افتر كير، لان هي ما فيهاش سلفات ولا صوديوم، الحاجات اللي هي بتوقع الشعر اصلا، يعني الحاجات اللي بتعمل تساقط اصلا. فتستخدمي حاجه ما فيهاش سلفات ولا صوديوم، دي اول حاجه. تاني حاجة ترطبي شعرك كويس، ولازم برضو تحللي وتشوفي شعرك بيقع ليه. سامعاني؟ ايوه فهمت. واحنا ان شاء الله انا هقول مفاجأة برضو، احنا عندنا دلوقتي متخصصات في كل المحافظات تبع السنتر عندي،
وفي عملاء بيقولوا لي احنا عايزين استاذه روعه هي اللي بنفسها بتجيلنا. والله انا ما بتاخرش عن حد. دي مفاجاه الحلقه بقى. ان انا حضرتك يعني انا مش عارفه برضو دلوقتي يعني اخد ايه بس، او حضرتك انت لازم تحللي تشوفي هل عندك نقص فيتامين هو اللي بيعمل التساقط. طيب التساقط من البروتين، التساقط من البروتين، يبقى شعرك محتاج ترطيبات، محتاج افتر كير. لو انت متاكده ان انت ما عندكيش نقص فيتامين. ايوه ما عنديش. طيب يبقى هو افتر كير تستعمليها اي مجموعه عنايه ما فيهاش ولا سلفات ولا صوديوم ولا زي ايه؟ لا هقول لك اسامي يعني. ممكن تواصلي معايا على الواتساب وانا ابعت لك صور واسامي واللي انت عايزاه. والواتساب اللي هو حضرتك الرقم مفيش واتساب. 011 هتلاقي عليه الرقم على الشاشه. دلوقتي على الشاشه. 011 هتلاقي عليه الواتساب. تمام شكرا حضرتك. ماشي يا حبيبتي تحت امرك. المفاجاه زي ما انا ما قلت انا دلوقتي بنتواصل مع كل المحافظات الحمد لله، كل المحافظات. يعني حضرتك دلوقتي هتروحي اساسا كل المحافظات ولا كل المحافظات المتخصصات تبع حضرتك بيكونوا هناك؟ الاثنين. يعني دلوقتي لان في عملاء ما بيردوش يسلموا نفسهم غير ليا. اه دي حاجة. فانا والله ما بتاخرش، انا بحدد ميعاد وبعمل لهم فعلا ميعاد وبروح لهم بنفسي. بتروحي انت ليهم؟ اه بروح لهم، ايه المشكله؟ عندي المساعده بتاعتي بتيجي معايا على طول في كل حته. عارفاها جت معاكي قبل حبيبتي. المهم والمتخصصات تبعي في كل المحافظات بثق فيهم زي بالظبط. طب عايزين نكمل بقى وتشرحي لنا باقي برضو البروتين. باقي الفوائد بتاعته. طيب احنا قلنا هو زيرو فورمالين نهائي. تمام مفيش منه اي اضرار خالص. بضمان اسمي، هو اسمه روعه على فكره، يعني ده اسمي بقى، انا اسمي متعلق بيه. وانا ما اديتلوش اسمي غير لما لقيت هو فعلا يستاهل اسمي، يعني هو هيعلي مني مش هينزلني. معلش برضه هقطعك مرة تانية عشان ردوا اللي كلمتنا قبل كده رجعت لنا تاني. ألو؟ أيوة؟ صوتك بيقطع خالص، أنا مش سامعاكي. أقفي في مكان فيه شبكة وكلميني. ألو؟ أيوة كده تمام. أيوة ممكن اتكلم مع اتفضلي. اتفضلي هي معاكي. دلوقتي الصوت انا مش سامع اي حاجه. معلش طيب اقفي في مكان فيه شبكه وكلمينا تاني. شكرا لاتصالك. نكمل. والعرايس نفس الموضوع، يعني في عرايس بتتواصل معايا. اه بتروحي لها لحد عندها بتعملي لها الميك اب والحاجات دي. عروسه شغل العروسه بيبقى ايه؟ انا باخد فريق العمل بتاعي معايا وبنحدد لها ما هو ده شغل. أيوة. انا مش معنى ان انا مثلا صاحبه منتج او صاحبه سنتر انا بشتغلش بايدي، لا ده انا ما بطمنش غير لما بشتغل بايدي. بايدك برضو. ايوه لان دي سمعتك وسمعه المنتج اللي تبعك. بالظبط كده بالظبط كده. والمنتج ده مش حدش هيعرف يجيبه غير عن طريقي اصلا برضو. الحمد لله. المهم نخش إيه؟ بقى احنا كده خلصنا كل حاجه تخص البروتين. هو موضوع البروتين ما بيخلصش على فكره، هو ما بيخلصش لان كل الكلام شويه عن فيه تجديد. عن تجميل الشعر ما بيخلص زي الدكاتره كده. اصل هو التجميل التجميل الشعر مش مقتصر على البروتين بس، في صبغه. نسيتي حته الصبغه دي؟ في صبغه الحمد لله برضو. يعني اي حد عايز يشوف الشغل بتاعي بيتواصل معايا على الواتساب وانا بوري له الشغل بتاعي. انا بقالي 19 سنه مش صغيره يعني. مش صغيره. طيب احنا كده خلصنا كلام على البروتين؟ لا لسه في الترميم. في ترميم كمان. في حاجه اسمها ترميم الشعر ده برضو اللي هو بيعالج الشعر اللي بتبقى بتقع زي الناس اللي اتصلت بيكي الحالات دي. لا بصي في فرق بقى، الشعرايه بتقع من الفروه ولا الشعرايه نفسها بتفصل من بعضها بتتقطم. احنا بقى بنشتغل ترميم الشعر الخارجي، في حاجات بتعمل انبات للشعر، في حاجات بتغذي الفروه، في حاجات كل الحاجات دي موجوده. بس بما ان احنا بنتكلم عن البروتين وعن تجميل الشعر نفسه الخارجي فانا بكمل نفس الكلام في موضوع تجميل الشعر. انما كل حاجه موجوده الحمد لله بفضل الله عندنا. احنا بنمسك العروسه من الالف للياء. من الالف للياء يعني من اول ما هي بتبدا تجهز نفسها تبقى عروسه، سواء في جسمها، سواء في بشرتها، سواء في شعرها،
لحد ما نخرجها كده نديها لجوزها لحد تحسين حالتها النفسيه. لحد تحسين حالتها النفسيه ده اساسي على فكره. احنا بنعمل لها جلسات مساج، جلسات استرخاء، بنعمل حمام مغربي، بنعمل ماسكات الجسم، بنعمل تنظيف عام، كل حاجه بقى. ده كل ده معاكي متخصصات تحت ايديكي، كل واحد كل مسؤول عن حاجه معينه وعارف شغله كويس. انا زي ما بقول في كل حلقه انا بحب ادي العيش لخبازه. تمام. انا بعرف اعمل كل حاجه الحمد لله، بس انا بحب ادي العيش لخبازه. انا احب اعمل حاجات انا متخصصه فيها، اللي انا بروفيشنال فيها. الحمد لله انا بروفيشنال في كل حاجه الحمد لله بفضل من ربنا. كلمينا يعني اكتر عن الحياه جوه البيوتي سنتر عامله ازاي، الناس اللي بيكونوا جوه وعروسه تخش تلاقي فيه كذا حد جوه، كل واحد هيعمل حاجه، في حد هيحط لها المانيكير، حد هيتكلم معاها، حد المساج، حد العروسه بتيجي ده ممكن كتير تيجي جوه، ده في كتير ممكن تيجي قبلها بشهر، ممكن تيجي قبلها بشهرين. كنتوا اتصاحبتوا على بعض بقى الفتره دي؟ انا مش قادره اقول لك الحمد لله بفضل ربنا. كل العرايس اللي جولي وكل الناس اللي عملوا عندي بروتين كلهم صحابي بدون مبالغه، دي حاجه كويسه. كلهم عندي وكلهم في الجروب عندي تقريبا او معظمهم يعني ما شاء الله. فيعني الحمد لله، يعني اهم حاجه المعامله، الدين معامله. طب حضرتك والشغل بتاعنا معامله. حضرتك ناويه تعملي عروض؟ لا ايفنت خاص بالمنتج. ان شاء الله انا هعمل قريب جدا ايفنت في كل المحافظات للبروتين بتاعنا. بس هتلفي المحافظات؟ هلفي المحافظات كلها. ده هيكون احنا شغالين بيه للمتخصصات طبعا. احنا شغالين للمتخصصات بس طبعا. تمام. احنا شغالين بيه بقالنا شهور، والنتائج دلوقتي الجذور طلعت للي احنا عاملين لهم صباع يعني 4-5 شهور. الحمد لله الشعريه بصحتها، مفيش تساقط، مفيش واحده تقول انا شعري قل. كل الناس اللي عملوا مواد معالجه شعرها قل. ايوه كلهم بيقولوا كده، احنا شعرنا بيقل. فالحمد لله مفيش اي شكوى ولا 1% حتى. يعني عارفه يعني ايه ولا 1%؟ انا عرفت ان حضرتك كمان بتجمعي الشغل بتاعهم وبتشوفي النتائج بنفسك كمان حتى لو مش حضرتك شغاله بايدك. لازم بتابع كل حاله بعمل لها شعرها، بشوف اخبار شعرها ايه، اشوف صحه شعرها ايه. معانا فيديو لنتيجه البروتين لو عايزه تشوفيه. تمام نعرضه. تمام ماشي. طيب لو سمحتوا نزلوا الفيديو عشان امسك معاكي. بنات امسك لك كمان. دي المفاجاه الجديده اللي كنت بقول لكم عليها. بدات منتج جديد اسمه روع اورجانيك، المنتج اللي كلنا كنا بنحلم بيه ان احنا نشتغل بيه. المنتج ده منتج انتوا اكيد عارفينها كلكم، مدام روعه الموجي ده منتجها. بسم الله ما شاء الله، منتج نزلته كلنا كنا بنحلم بيه. المنتج ده قلت لكم النهارده الصبح عملها لكم مفاجاه، لان المنتج ده كان تحت تجربه بقاله 6 شهور. ده احنا طبعا انتوا تعرفوش عارفيني ان انا ما بطبلش لاي منتج. الحلو بقول عليه حلو. المنتج ده انا وزعته على الشعر ونشفت وكبست في ساعتها، ولا استنينا ساعة ولا حتى نص ساعة ولا حتى ثانية ووزعنا. وكان عمل جماعي، كل اللي عايز يجرب كان بيجرب كمان. وزعت بروتين ونشفت استشوار ساقع وكبست في ساعتها، كبسه حلو جدا جدا، مفيش يعني طري جدا، كان من 4 كبسات. كان المنتج خلاص شعرايا بتتكبس معايا. الشعر خد قد ايه؟ الشعر ده خد يا بنات اقسم بالله وحياة زين مفاجاه، الشعر ده اخد مني بالظبط 35 ملي بروتين وكان كتير كمان. تمام. فدي ان شاء الله تبقى مفاجاه او قنبله الموسم بتاعنا ان شاء من الله. من اول ما بدانا توزيع لحد ما خلصنا بجد يا بنات مفيش. ما انا بادئه 3 الا ربع او 3 وربع، انا خلصت من بدري اصلا وقاعدين خلصنا 4 ونص تقريبا، وقاعدين بنتمشكح في قولي 5 في الاكاديميه. فبجد يا بنات على ضمانتي عارفيني ان انا مش بطبل لمنتج، الوحش بقول عليه وحش والحلو بقول عليه حلو. جربوه على ضمانتي المنتج. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. هو بيتكلم عن نفسه واديكم شايفين. انا طبعا مش عارفه انا احاول اجيب لكم الصوره دي قبل، لاني مش انا كنت بصور، التلفزيون اللي كان بيصور، بس ان شاء الله هجيبها لكم. المنتج اهو
اهو يا بنات طري جدا جدا جدا، مفيش تقصيفه مفيش حاجه، اصلا الشعره دي كانت مجعده جدا اهو بسم الله ما شاء الله. الشعر ده طبعا بعد ما اتغسل واتنشف استشوار، وهقول لكم انا بقى بس لما اروح ان شاء الله الشعر ده عشان ما لقيناش افطر كير اتغسل بايه، ودي المفاجاه الثانيه ان الشعر اتغسل بحاجه زي كده ويبقى بالطراوه دي، معلوش اي اضافات، معلوش اي حاجه حتى ولا بلسم ولا حمام كريم ولا اي حاجه. حبيبه اهو يا حبيبه اهو يا بنات بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني توفير ماده توفير ماده توفير وقت توفير كبس توفير كل حاجه كل حاجه بجد روعه، شعر طري روعه. يعني عايزه اقول لكم انتوا ممكن ما تجيبوش افطر كير وتغسلوا في بريل بجد والله انت فعلا دخلت الحمام ما جبناش افطر كير، انا فندق هنا انا ما لقيتش افطر كير طبعا ما نسيته، فما لقيتش قدامي غير البريل بتاع الفندق اللي بغسله بيه فروحت غسلاه بالبريل اقسم بالله. فيتغسل ببريل من غير اي حاجه وبالطراوه دي، وان انت تكبسيه ان انت توزعي عليه وتكبسيه في ساعتها، لا ولا دخانه ولا كبس ولا اي حاجه. والله تفوقتي يا مدام روعه بجد اقسم بالله، هي دي اللي انا كنت عماله اقول فيه مفاجاه في قنبله هتنفجر في قنبله هي دي. والمفاجاه الثانيه انا مسكت وكيل حصري لي في القاهره والجيزه غصب عن روعه وهو يا بنات جربوه على ضمانتي على ضمانتي. هي كانت عايزه القاهره بعد ما اشتغلت بيدها قالت لي القاهره وجيزه ويا بنات بقى مفاجاه من ساندي، من ساندي انا واخده 100 مللي بروتين، ال 100 مللي دول اقسمهم على عينتين وهديهم لاحلى يعني مش احلى، انا عايزه بيهم 2 فيديو بس قويين جدا جدا جدا. عايزه اقول لك ال 50 مللي هيكفيكي شعري طويل، الشعر ده واخد معايا 35 مللي وكان كتير. هديه مني انا كساندي ان انا ال 100 مللي بتوع الهديه انا هديه لكم انتوا على عينتين 50 و50، بس عايزين اقوى فيديوهين تمام. ويلا كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله ممكن. شفنا الفيديو بس في استفسار صغير، حضرتك ما بتعرفيش شغلك، ليه البنوته دي طلعت كده؟ طب ما انت قلتي اهو ان هي بنوته ايوه يعني في فرق، انت مش عايزه تطلعي مثلا حد كبير؟ طيب بصي انت بيحرجيني على الهوا ماشي تمام. قبل بصي الاجابه هو ناخد ايميل، هما كلمتين بس عشان نفصل الحته دي. البنت دي طالعه على الهوا عشان هي ما بلغتش، يعني هي لسه صغيره، يعني هي انا مش هتحاسب ان شعرها باين، انما اما بتبلغ انا ما باينش شعرها تمام. الحته دي وصلت تمام، ناس فاهمه اكيد. معانا ايمان من اسوان. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه عليكم الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. أي حضرتك كنت عايزة أستشف من الأخبار عن موضوع الشعر الخشن. الشعر الخشن؟ شعر الخشن في قشرة شديدة. في قشرة؟ شعر خشن وفي قشرة كتيرة. طيب احنا بنعالج طبعا القشرة عشان القشرة ديت بتعمل تساقط على فكرة. سامعاني؟ فعلا. طيب انت بتجيبي شامبو، أي شامبو معروف في الصيدلية بتاع القشرة؟ والله انا جبت كتير خلي بالك يعني شامبوات بس برضه مفيش نتيجه طيب انت عايزه يعني وصفه بلدي ولا ايه؟ اجيبك تجيبي نوع شامبو نظيف. اجيب ايه؟ نوع شامبو نظيف للقشره. طب زي ايه مثلا؟ لا ما ينفعش اقول لك ايه مثلا على الهوا. بصي ايمان ايمان هي مش هتعرف تقول اسم منتج معين عشان كده هيعتبر اعلان ليها، فانت الرقم بتاعها الخاص ظاهر على الشاشه اتواصلي معاها على الواتساب وهي هتقول لك كل الحاجات اللي سهل. ممكن تساعد. يعني على فكره سهل جدا انك انت هتعالجي القشره وهتخلي شعرك حرير الاثنين مع شكرا بعض. شكرا لاتصالك يا ايمان. تواصلي معايا على الواتس. تواصلي معايا على الواتس. ودلوقتي معانا شيماء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام رائعه عامله ايه؟ تمام الحمد لله تمام. لو سمحتي انا فقيره هنا من الفيوم. ايوه. فعايزه يعني اخد منك المنتج ده يعني اتعلم منك بمعنى اصح يعني. تمام مفيش مشكله. تشرفيني وتنوريني. بتواصل مع حضرتك ازاي؟ الواتساب والارقام بتاعتي على الشاشه. يعني هي الارقام دي بتتصل بيها لحضرتك عن طريقها.
الارقام اللي هي بتاعتي انا، مش ارقام التواصل بتاعت البرنامج. في ناس بيطلبوا مني بروتين كتير، فانا مش عارف يعني، مش عارف يعني اصل دي بروتين يكون كويس استخدم كتير مع الناس هنا. طبعا كتير بيطلب، وانا شفت المنتجات واستخدمت منتجات بس كلها ايه فورمالين، لا مش عايزه. احنا المنتج بتاعنا زيرو فورمالين، المنتج بتاعنا تطبيقه سهل جدا ملوش اضرار. اتواصلي معايا وانا هعلمك كمان على الواتساب بالفيديوهات انك تطبقي خطوة خطوة، وفي كتير عملت معاهم كده، ويعني ممكن اوصلك بيهم كمان يأكدوا لك الكلام ده. شكرا لاتصالك يا شيماء، وشكرا لسؤالك، وان شاء الله هي تتواصل معاكي. وهي كده محتاجة الناس اللي هم بتوع الايفنتات بقى، في ايفنت هناك يتعمل لتعليم المتخصصات. تمام. تحبي تقولي تقدمي عروض ايه وتوعدي المشاهدين بتوعك بايه؟ طيب عشان أنا... عايزين خلاص هنختم. طيب إيه العروض بتاعتنا؟ تمام. الحلقه دي اول حاله بروتين بعد الهواء على طول تواصل معايا، دي مجاني. تمام. تمام. تاني حاجه اي عروسه يتيمه كل حلقه بقولها مجاني، مجاني خالص. في بقى 10 حالات بروتين بعد الحاله الاولانيه. تمام. اللي هي هتتعمل مجاني دي، اول حاله بروتين هتواصل معايا هتاخد افتر كير هديه وسشوار هديه. تمام. وتركيب الرموش لمده اسبوعين هديه برضه. هي حاجه واحده من الثلاثه؟ لا، اول عميله هتتواصل بعد الحاله المجانيه، يعني تاني عميله هتتواصل معايا هتاخد الثلاث حاجات دول هديه. ال8 حالات الباقيين من العشرة تمام هتاخد بقى حاجه من الثلاثه دول، يا سشوار هديه، يا افتر كير هديه، يا تركيب رموش مجاني. شكرا ليكي، وكانت الحلقه معاكي جميله جدا، وانا بجد استفدت من حضرتك، وشكرا ليكي. واوعد بتوع المحافظات كلهم ان شاء الله ان انا هروح لهم. ماشي، شكرا ليكي. شكرا يا حبيبتي. سلام.